القصة 23 ميلاد يسوع. مريم كانت مخطوبة لراجل بار اسمه يوسف. لما هو سمع بأنه مريم كانت حامل، هو كان عارف ده ما جناه. رغم ده هو ما كان عايز عشان يفضح مريم، عشان كده هو قرر بأنه يرحمها ويطلقها سرا. لكن قبل ما يعمل كده، الملاك جاء في الحلم ويتكلم معاه الملاك وقال: يوسف ما تخاف عشان تشيل مريم كمرتك، الجنت جواها هو من الروح القدس، وهي حتلد ولد تسميه يسوع، معناه يهوى يخلص، لأنه هو حيخلص الشعب من خطاياهم. عشان كده يوسف اتزوج مريم وشالها لبيته كمرت، لكن هو ما نام معاها لحد ما هي ولدت. لما الزمن بقى قريب عشان مريم تلد، هي ويوسف عملوا رحلة طويلة لمدينة بيت لحم. كان عليهم يمشوا هناك لأنه مسؤولين الرومان دايرين يحسبوا كل الشعب في أرض إسرائيل، دايرين أي زول يمشي محل أجداده اللي كانوا ساكنين. الملك داود كان يتولد في بيت لحم، وهو كان جد مريم ويوسف. يوسف ومريم مشوا بيت لحم، لكن هناك ما كان في محل عشان يقعدوا إلا في الزريبة اللي كان بيحفظوا فيها بعض البهائم. ده المكان اللي مريم ولدت فيها ولدها، وخططوا في حوض الأكل لأنه هناك ما كان في سرير له، وسموه يسوع في الليلة دي. في الليلة دي كان في بعض الرعاة في مزرعة قريبة حارسين بهايم. فجأة ملاك لامع ظهر ليهم وخافوا شديد. الملاك قال: ما تخافوا، لأنه أنا عندي لكم بعض الأخبار السارة. المسيح السيد اتولد في بيت لحم. أمشوا فتشوا الجنة، تلقوا ملفوف بقطعة قماش راقد في حوض الأكل. فجأة السماء اتملت بالملائكة، كانوا بمجدوا الله وبيقولوا: خلي الكرامة يرجع لله في السماء، خلي يكون في سلام على الأرض للناس اللي بفضلهم. بعد ذاك الملائكة مشوا، الرعاة كمان خلوا خرفانهم عشان يفتشوا الجنة. وهم وصلوا بسرعة في المحل اللي كان فيه يسوع راقد في حوض الأكل، بس زي ما الملاك كان قال لهم كانوا فرحانين شديد. بعد ذاك الرعاة رجعوا للمزرعة محل خرفانه، كانوا بمجدوا الله عشان كل الحاجات اللي هم سمعوها وشافوها. كان هناك بعض الرجال من بلد بعيد في اتجاه الشرق، هم مدرسوا النجوم، كانوا حكماء شديد. هم شافوا نجمة غير عادية في السماء، قالوا إنه ده بيعني في ملك جديد من اليهود يتولد. عشان كده قرروا يسافروا من بلدهم عشان يشوفوا الجنة. بعد مشوار طويل جو بيت لحم، ولقوا البيت الموجود فيه يسوع وأسرته. لما الرجال ديل شافوا يسوع مع أمه، سجدوا وعبدوه، أدوا يسوع هدايا غالية. بعد ذاك رجعوا لبيوتهم. القصة مأخوذة من الكتاب المقدس، من إنجيل مرقس الإصحاح الأول وإنجيل لوكا الإصحاح الأول.